البيان اللي اصدرته راني علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي بعد طبعا اللغط اللي حصل بخصوص طبعا تهنئتها للكابتن حازم امام بحصول الزمالك على بطوله الدوري. هو طبعا في مشكله تعصب وفي حساسيات بتزيد، يعني انا مثلا راصد ظاهره بقى لها فتره، ممكن بقى لها سنه او سنتين. لو حضرتك تفتكر زمان ممكن الناس كان صعب قوي ان حد يأيد فريق منافس، يعني فريق بره مصر ضد فريق مصري. وحتى اللي كان عنده الشعور ده كان صعب يقوله، لكن دلوقتي الناس بتطلع على فيسبوك تجاهر بيه ويقول لك انا، يعني انا ما عجبنيش كان طارق السيد لما اتكلم على وقال لك انا نفسي الاهلي يخسر في طارق السيد لاعب الزمالك السابق. وطارق يعني راجل عاقل وراجل رزين، معرفش ليه يعني. يعني في النهايه انت لازم تقدر ان انت نجم ولاعب قديم وليك جماهير وليك شعبيه، انت كانك بتحرض الناس ان ده يبقى سلوك عام. فلدرجه ان السلوك العام انك ممكن تلاقي ناس بتشجع فرق افريقيه، ممكن بعد يحصل تهريج، يحصل بالظبط مداعبه بتاع مش عارف ايه، مناوشات اللي يظهر. لكن هي الخطوره في الموضوع ان بقى الامور دي علني وبقت تعلن. يعني زمان ممكن يبقى في واحد يقول لك لا انا مش عايز الاهلي يكسب افريقيا او مش عايز الزمالك يكسب افريقيا، بس كان بشكل بالظبط. لكن دلوقتي اعلنها ويكتبها على الفيسبوك وناس تطلع تكتبها في المواقع، فوقت عمليه صعبه. والدكتور اشرف صبحي كان يعني تبنى مبادره من فتره كده ضد التعصب، واحنا في جريده الوطن تبنيناها، ولكن الامور استمرت. طبعا الفيسبوك جزء رئيسي في التعصب، جزء رئيسي برضو لبعض اللاعبين القدامى او الحاليين اللي سواء الاضواء خفتت عنهم او هم عندهم مشاكل، هم اللي الباحثين عن الترند. يعني ده في ناس بتطلع تقول كلام ما يصحش يا جماعه يتقال. وبعدين يعني مع احترامي في ناس ما كانش يعني ليها دور في الكوره قوي يعني، ومع ذلك هو عارف ان هو الكلام اللي هيقوله ده هو هيطلع ترند. فمهما كان ضد قيم الرياضه، ضد قيم التنافس، الرياضه في النهايه هي يعني فائز وخاسر وجود لك وهارد لك، يعني هي دي الرياضه في مجملها. لكن الرياضه اللي هي تحولها الحرب دي وصراع طول الوقت والفاظ نابيه، ويعني ما بقتش رياضه بقى. يعني الناس هتشجع رياضه ليه يعني؟ يعني الرياضه في النهايه متعه، مش حرق الدم وتبادل السباب. يعني في النهايه هي في متعه، في يعني ناس بتتفرج على الكوره بالذات او حتى الالعاب الجماعيه. احنا شفنا مثلا مصر مثلا كلها مبسوطه لما الشباب بتوعنا في الاولمبياد خدوا جوائز. فشوف مصر والحاله اللي كانت معموله دي كلها. ما ينفعش بقى بعد الحاله دي كلها نرجع تاني بقى ده مش عارف عمل ايه وده عمل ايه وده سوى ايه والناس تلسعوا بقى من شد شعري. جزء كبير طبعا من الموضوع دوت اللجان الالكترونيه اللي بتديرها بعض الانديه. يعني طبعا يعني انا اصلا مش عارف الانديه بتمشي ورا ايه. يعني الانديه عندها لجان الكترونيه بتقعد تشغلها ضد حاجات معينه، الانديه معظمها يعني. وبعدين ياخدوا قرارات بناء على السوشيال ميديا. طب ما انت اللي عامل اللجان وانت اللي مطلع وانت اللي ايه. فبقى كمان يعني انا اقدر اقول لك بشكل كبير ان السوشيال ميديا بيحرك قيادات كبيره في الانديه في مصر. السوشيال ميديا اللي بيحركهم. يعني شوف السوشيال ميديا عليه النهارده، لا اصل خايف من السوشيال ميديا. العمليه كمان ما بقاش فيها كبار. يعني الاداء في الانديه ما بقاش فيه كبار، ما بقاش فيه ناس يعني ايه ليهم ثقة. ولا كبار في الملعب ولا كبار بره الملعب، اللي هو يعني طيب. لو تفتكر زمان لما كنا الجماهير تهيس كان يروح لعيبه معينه ليهم ثقة. انا هجيب لحضرتك مشهد دلوقتي للخطيب وحسن شحاته. حسن شحاته فاكرينه لما كانوا بيلعبوا وراحوا حسن شحاته وراح. لا وانا افكرك بقى، معرفش انت تفتكر الكلام ده ولا لا، كان يروح طول على مر التاريخ حتى لحد قريب لحد حسام غالي. كان يروح للجماهير لما يتلفظوا على حد، يروح طارق وزيد، حازم امام، مصطفى عبده، كل النجوم دول، مصطفى يونس حتى، مصطفى الخطيب، الفرقه الزمالك، حسن شحاته، فاروق جعفر، كل حازم امام. طبعا وكان حازم طبعا يعني من اشهر الناس اللي كان بيروح يهدي لان حازم معروف عنه بالاضافه للمهاره الاخلاق والادب والعيله، يعني صاحب شعبيه كبيره يعني. طبعا بالتالي الخوف انك تلاقي ناس حتى مش عاجبها اداء حازم. يعني حازم ده نموذج راجل يعني، ويعتبر رمز من رموز الزمالك. طبعا ومن امهر اللعيبه على مر التاريخ. يعني لو جبت ده المشهد يعني هو بشكر طبعا الاستاذ ماجد يعني والاستاذ احمد مهران
لكن اهو يعني مشهد. بس هي زي ما حضرتك انت قلت حاجه اصبت فيها الكلام بصراحه، اللي رايح للجمهور ده حسن شحاته والخطيب، او الخطيب وحسن شحاته، اللي هم رمزين كبار قوي في الرياضه بشكل عام. هل وده يعني عايز، احنا النهارده بنلاقي بقى بعض اللاعبين لما بيجوا بيحتفلوا ببطولات في مع جماهيرهم بيساهموا في اشعال الفتنه، في اشعال الفتنه فهل علشان احنا ما بقاش اللعيبه نفسها عندها الثقافه ديت؟ لا، هو طبعا يعني في بعض اللعيبه معروفه وده برضو على مر التاريخ، بس هي المشكله كلها ان اللاعبين اللي على مر التاريخ دول كانوا مشاغبين، كانوا بيلقوا يعني الناس بتنبذهم. دلوقتي للاسف بقى عندهم التراس، بقى عندهم ناس بتدافع عنهم طول الوقت. وطبعا كل ما بتزيد مهاره اللعيب او تاثيره حتى لو شغبوا زياده